وسلم إمام دخل الجنة على الصلوات الخمس على وضوئهم وركوعهم وسجودهم وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد وتقدم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله وتقيم الصلاة. والنسائي وابن ماجه ويأتي بتمامه في الصحيح إن شاء الله I'm going to go to the hospital.